شاهدتم في الحلقة السابقة الفريق توجه لوهران الباهية باش يلبيو آخر أمنية للأم مريضة بالسرطان، حلمها أنها تخلي دار يلم شمل ولادها. كانت معها خمس سنين تاني في السبيطار. والله بإذن الله تعالى نبني لهم هذيك الدويرة اللي كتهضر عليها. بإذن الله. بإذن الله تفرحي بهذيك الدار وربي يطول في عمرك وتفرحي بهذيك الدار. الفريق لبى النداء وقطع عهد للأم باش يكمل المنزل لأولادها اللي عاشوا في ظروف مزرية لسنوات طويلة في أقرب وقت ممكن. أسبوع بعد زيارة نعيم والفريق انتقلت الأم إلى رحمة الله بعد معاناة طويلة مع المرض، وبعد ما اطمنت على أولادها فإن لله وإن إليه راجعون. خلت لي الأيتام أمانة في رقبتي وانا نخليهم لكم امانه في رقبتكم. هادو احبابكم وهادو ولاد بلادكم. اسكو نقدر نتكل عليكم لجان هادي يا كامل يد في اليد يا كامل 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 كامل. بعد ما نعيم جمع يد المساعده واخيرا الاشغال انطلقت في الورشه. كل فرد من الافراد المتطوعين على قدم وساق من اجل هدف نبيل. انا نقول لكم ربي تسهل ان شاء الله وربي يعاونكم، باسكو لي ميسيون اللي راك دير فيها ما بتقعد في الاستوار ما تنساش. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. بارك الله فيك ربي يعاونكم. ربي يحييك لغبينا. امين يا ربي. بارك الله فيك. ربعت لنا سهود بالخف. حتى قريبه جيب لي مدريات. كاين مدريات؟ مدري عندكم؟ كاين. مدري. نديروها هنا. خرجوا لها مدري وصاي. غير البريك. واه. ربي يسترك خويا العزيز. أربعة خمسة ست عباد يتناوبوا وخلاص. يا جلال ديجا كأورافد لي قال شوف عنده وصية لك. زيرو بوان دو ديريفاسيون. زيرو بوان. كل شيء يكون الطابلو ديستريبيسيون نسخة الدوباريات. هام لي كان هاو الكابل كلش من الطابلو لاباريج. علاش نقول لك حاجه سيدي كريم؟ لانه لو غرون يوصي وما يوصي على الحمايه. يقول لك اسباب الحريق الاولى في الدار هي لي بواد دو ديريباس. مرحبا بك. هذا هو السي بالخير. هذا هو السي بالخير. مرحبا بك السي بالخير. وليتنا غير منك بالخير. مرحبا بك. والله وليتنا غير منك. اللي نهضر معاه يقول لي روح عند بالخير. خويا شرف ما يتنغبش. خويا مرحبا بكم. ربي يسترك. شوف جبنا هذا. انا عند حسن الظن. هذا بلومبي تاعنا تعرفوا. هذا هشام غني عن التعريف. غني عن التعريف. بلومبي تاعنا. الله يبارك خويا. انا هشام سيد احمد. سيد احمد هاني. الله يبارك. الله يبارك. السلام عليكم. هذا هو شيخ البلومبي. اه شيخ. هذا ثاني عامكم. جي عندنا مالا. ماذا بينا هذا. هشام جيبوا معك. مرحبا. هذا هو لو دوايان. سالون سيت له. الله يبارك. صاحبي العزيز عندنا البلومبي الله يبارك. خصنا سلعة. اخويا مرحبا بك. الحانوت كاع راه تحت الامر تاعك. الله يبارك. اخويا مرحبا بك. جبتني عند لاسور السما. عند الريزو. جبتني. اخويا مرحبا بك. شرفتنا اخويا. جي عندنا اليد في اليد
ورانا ان شاء الله. شوف التليلات ما ولاتش اليد في اليد، ولات القلب في القلب. كلموا الخير بزاف. معروفين التليلات بهذيك الكرم. شرفتوا تكمل وتشوف. شرفتوا المنطقة تاعكم وشرفتوا الولاية تاعكم وشرفتوا التليلات. تبارك الله عليكم. الحمد لله. تتهلا زعما. قانون. دي ستارة عندك. وي شما حبيبي نور العين تشكروا في الجنة في تحشر خويا. راه اي حاجة تحتاجوها في لابرومبري مرحبا بكم. صحيح هاوليك ان شاء الله نكونوا عندك في الصدام. كلش عنده كلش عنده. ان شاء الله نديروا دراسة تما وان شاء الله نكونوا واكلين كلش واجد. ربي يستركم خوتي. الأشغال متواصلة وبوتيرة كبيرة وعزيمة أكبر بتقسيم الورش حسب لو بلون وحسب القياسات الموضوعة من طرف مهندس الحصة. السلام ورحمة الله. سي نعيم كيف داير؟ صحيت مدام عسلامة الحمد لله. هكي كل شوف كل حصة لازم يكون فيها امتي بوبو هكذاش ولا صح. احنا نعرفوك نشيط في الميدان اليوم راح نشاط. هاي النشاط تاعي دوك. هذا ودوك شكون هذا؟ هذا سي دو بيرفانغون نورمال. واش يكون هذا بيرفانغون؟ هذا كونتر لي دولور لي كومباتور لا فيير ابارامون درت اون بيتيت فاتيك باساجا. وي وي سيارة إن شاء الله. عيت اليوم إن شاء الله. عيتوني يا ناس تليلات عيتوني. شنا مرحبا بك عدنا في تليلات. الله يستركم خوتي بارك الله فيك. أي حاجة تخصها كلكو سواء كمواطن أو كطبيب مرحبا بك عدنا. وحنا رانا هنا. شوف خويا العزيز شوف طبيب، أولا حبيت هذه شهادة لله، شكرا على حسن الاستقبال. راكم لاباس لاباس. شكون أنت وشاكو تخدم؟ حنايا نخدموا العسودير. الله يبارك. ايوا انت هو سي جمال. انا هو سي جمال. انت ولي بعثت لنا ميساج. يعطيك الله يعطيك الخير. ميساج شباب جارنا هنا هذا. وهذا غير له. غير هنا. وهذا بالدخل. شنو كنت قرا فيكم باش تجاوبوا؟ جار الصالح النبي. صلى الله وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا خويا ثاني. تعرفوا؟ يا حبيبي. سؤال بسيط برك. تفضل. شهادة لله. وانت ربي حاسبك على الكلام اللي راح تقوله دوك. واه واني شهادتك. العائلة دي تعرفها؟ ايه نعرفها غاية الغاية. يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ شوف خويا. قولي حاجه الاولى شير انسان طيب يفوت عليا ما شاء الله سعيد نبغيه سعيد وغير هكا في بلا هذا الشيء نبغيه. حاجه الزوجه ناس ما عندهمش. شوف سيدي الكريم تفضل نحب نرجع للتعاليق والانتقادات الهدامه. واه اللي يقول لك تخدموا بالمعرفه. واه ولا تخدموا بالوجوه. واه ولا تعرفوا لي من دروه. واه نعرفوا خير من ربي سبحان الله. تعرفش تعرف خير من ربي اللي بعثني لهاد العائله وماشي عائله اخرى. لا المراه ربي يرحمها شغل كانت تسنى فيا باش تموت مسكينه. والله لا شادي ربي هو الرزاق سبحان الله. ماشي نعيم سلطاني ولا جمال ولا واحد اخر. يدخل الخير الا تشك في مكتوب الله وفي رزق الله هذا يسموه شرك بالله. شرك بالله والعياذ بالله. والعياذ بالله. إذن يا ناس خليكم من الجهل على الحق قوي أدب. يا ناس خليكم من الجهل. إذا رحنا لكاش عائلة لأنه ربي كتب لها الرزق لهذه العائلة. نشاط كبير راه يبان في ورشة العمل والبدء مباشرة بالمرحلة الأولى وهي بفرش الأرضية بالبيتون بعد ما كان أساسها عبارة عن حطام وهذا تحت تعليمات نعيم. شوف هاي روح كي سموه حي تعواش تعلوش تعلوش واحد الإنسان طيب قال لك أنا أعطيني القيس تاع الحديد ديالك واش تحتاج؟ يجيبو لك مخدوم مخدوم الساس اللي تحتها دير دومي بوطو بعد طاشيه عطيه والاخر لعب لا سومال دونك عطيني لا سومال شحال فيها عطيني الدومي بوطو شحال فيه واعطيني البوطوات شحال فيها واعطيني دعوي الخير تديها سعيدو مدام حبينا نخرجوكم شويه من مش شانطي ها بالك تدخل والله ما تدخل باذن الله يا اخي خليني نحل نوضر بالك تدخلي والله ما تدخل لا عطيني قاعد لما توصل انت لك طيبين تما ما شاء الله حبينا نخرجوكم شويه من تما
نروحوا ها نروحوا نضربوا دوره ربي يحفظك ها بسم الله هيا يلا مختار هذه اللي خدمتها واه تبعتها ملايا تعرفوا شنو ملايا صبي راهي ملايا والله غير شوف هاد اليدين هادوما ربي ان شاء الله يبارك لك فيهم امين 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 ربي ان شاء الله يبارك فيك فيهم انتوما ثانيك انتوما ثانيك ربي يبارك فيكم والله يحفظكم هذا الحمد لله هذه نعمه وهذه امانه شحال مازال لك على الكليبيساج ديال ملايا صاي الصاله اليوم كملوها اها اليوم كملوها وندخلوا للكوزينه كوزينه غادي يدرسوها يدرسوها ان شاء الله ندخلوا فيها لينوها صديقي باش نفهمك برك جمعة ان شاء الله باذن الله محال نموت لك فهمنا الخميس يدخل لي بلاكيست ان شاء الله باذن الله مختار زير خويا باذن الله غادي نزير التوجيهات تواصل وهذا للسير الحسن للأشغال والمتطوعون يلتحقوا أكثر فأكثر باش يقدموا يد المساعدة بالشيء اللي يقدروا عليه أكان جهد بدني أو مادي كتوفير مشروبات منعشة مقدمة من طرف ملحقة شركة حمود بوعلام الواقعة بتليلات اللي هي تاني حب تساهم في هذا المشروع الخيري كون الحصة سجلت في فصل الصيف وتحت درجة حرارة كبيرة بزاف السلام عليكم جاجلة يضحك يا صاحبي وش بيك اضحك اضحك يا صاحبي كليت المشنف صباح اختك من المشنف اختك من المشنف هذا يخدم عندكم هذا ولد اختي يخدم عندكم ولد اختك هذا ولد اختي راني نعيط للشير اختك نقولها ولدك راه مشنف مشنف صافا جمال لاباس والله الحمد لله واش درنا فيها صاحبي والله يا خويا انا حاطين سلعه ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله رانا دينا في واش انت واش ديتي اكزاكتومون دينا الباب تاع الدخله تاع الدخله تاع الدار ماشي بورتاي لا ماشي بورتاي ودينا ثلاثه تاع لي بورت سيكوريتي هذوك بورت فينت بورت فينت ايوه تبارك الله تبارك الله والاخرين حاجه واش شنو الاخرين الاخرين ان شاء الله الخير خير ان شاء الله عطا الله صديقي عطا لي ديري له البارح صحيح ششره كيقول لكم السلعه تاع اليد في اليد عفسوا على عفسوا على قلوبكم المهم هما ششره قال لك مرحبا بهم ربي يستر ماذا بينا و العامله تاعكم وتاع جمال ان شاء الله ديما ان شاء الله خدمه تكون شابه متقونه نعاونوكم بالشيء اللي نقدروا عليه الله 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 عليك ان شاء الله وهذاك فنديروا صاحبي وعجبني هذا شوف تا شي غادي نديروا غادي والله غير عجبني زيد العقيد ندير لها كل تاع الفرع والله غير عجبني ايوا بنت راه نستيكين حكام درت لهم ونديروا في ونديروا له هذا والله صح نعطيكم واه نعطيكم وديروا تما نديروا في جردان يستاهل تاعنا الله يستاهل خونا راك تعرف واه هذا بلا هذا الشيء واش تمدلو قليل لا هذاك واش تمدلو مهما تشوف فيه قليل ربي يبقي عليك ستر خويا خويا الله يفتح عليك ربي ان شاء الله امين ان شاء الله يا ربي يعاونكم الصورة في الشانتيي بدات تتضح أكان في الجدران ولا في الأرضية بفضل المتطوعون اللي خدموا ليل نهار من أجل هذا المنزل جزائريون أو غيرهم حتى ما وراء البحر الأحمر واش راك خونا لاباس صافا لاباس الله يهديك ربي يبارك فيك خويا انا مات لي شركة ديكيسون تاع تراكم معايا هذا تركي الله يبارك واش تخدموا انتوما راجع على جال بيبان تيوق كاع الكوزينة نورمالمون كاع يريك ادخل 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 اجري مازال ما دخلتش ادخل ادخل يروح اجري يا بحالك بيبان تواقي شوف شوف ربي ما يغلق باب حتى حال عشرة حاصل في البيبان وتواقي حاصل في البيبان وتواقي حاصل حاصل في البيبان وتواقي باذن الله رجلهم كيفاش يقولوا السلام عليكم بلا السلام عليكم السلام عليكم هضر ثاني شويه عربيه هضر عربيه تعرف شويه تعرف شويه عربيه واسمك احمد انت هو احمد يعني الاطراق قاع احمد قاع اسمه احمد الجزائري معمر احمد صديقي الشركه تاعكم واش تخدم خدم شو هو مينويزري حطب ميشلان ميشلان ثاني ميشلان يعني هنا في المنطقه هذه ميشلان هو البي بي سي بي بي سي نورمال اختم انا كلش تفهم واش راح نقول لك انا كنت حاصل في البيبان وتواقي حاصل تعرف شنو حاصل معاهم كوزينه معاهم داخل يا خلينا ترانكيل يا خلينا كوزينه ثاني شوف انا سمسونايم كاين حاجه هو هذه الخدمه كاع تاع البيبان والكوزينه والبي في سي نخدمها لك في 5 ايام ا كونديسيون هنا لي كلشي تفينا باش كي يدي لي ميزير ما كاش تيو يخرج لها منه كي تفينا كلشي مول مول لا فينيسيون عندك 5 جو صالحك واش دوك مانيش نسمع فيك واش تهضر راني مشوكي اني مشوكي مانيش نسمع فيك واش تهضر
راني مشوكي وفرحان. هذا ما كان قلت لي خمس ايام. خمس ايام سؤال حق عويلي. صح انا ما نقدرش. نفهمك علاش. انا عندي سمانه نكمل الدار. بقات لي سمانه، راك تفهم فيها. بقات لي سمانه هنا كل شيء خلاص. سمانه الاثنين الجاي، الاثنين الجاي نمد الدار. بصح حنا بروبليم دروك ما ينجمش يدي لي ميزير حتى تفينا. فهمتك. ما متويات باش يعرفهم مين فايتين، يعرف كيما لي فينيسيون تاع عبي باش تدير دال دو سون مارايشال، مي جوج طالعين يا ولدي. انا نتبع البلون ديالك، قول لي دال دو واسمو دال كيفاش يسموها؟ بيبان شحال؟ اها مش البيبان، الكوزينه. فيها 70 كوزينه ستوندر 80 80 انا نخليك 80 فيني هذا 80 فيني 80 انا نخليك 80 نجيبها ركبها ديرك. انا عندي البلون تاعي دونك نوريهولك باش تفهم واش راح ندير. دونك خمس ايام باش توجد لي كل لا هي خمس ايام هي كون دروك يدي لي ميزير خمس ايام. انا قول لي فيني فيني يوم فيني يومين يومين لا ماشي خمس ايام دروك حنا قعدنا نتبعوا على حساب الخدمه. انت كيف شكون جابك هنا؟ انت شكون جابك هنا؟ جيتوني انتوما جابوني الناس اللي راهي تعاون جابوني الناس الخير. الله يبارك جينا نديروا الخير معاهم حنا تاني. ربي بقي يستر. تكون هنا تاعك؟ انا نسكن غير هنا حداهم. مهدية هنا تسكن تبارك تعرفوا؟ عندكم موزين هنا؟ راه في لوزون هنا نقدر نجي اغبال نقدر نجي عندكم؟ هيا قلع نجي هاي السلام عليكم الشعشره كي راكو دايرين عبد الله لاباس خويا انت جيت نهار الاولى ياك وهذا جديد ما نعرفوش. السلام عليكم خوتي كي راكو دايرين لاباس خويا ما الله هذا انتم تخدموا هذوما هذو تخدموا عبد الله قول والله ما غير جمال يا خويا العزيز هذوك البيبان ثاني تاع قاعد 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 ها ها سي بون السلعه رانا جايين في نهار ما شاء الله ان شاء الله غادي نبداو تما انتم قبل ما تكونوا مكملين نجيو حنايا نبوزو نكملوا صوالحنا من بعد تبقاكم في لافينيسيون المهم حنا نقدموا عليكم في الاتقان والاتقان والاتقان خليها علينا الاتقان والاتقان ان شاء الله احب لغيرك ما تحب لنفسك ان شاء الله ان شاء الله ديرها شغل دارك هديه هذا مكان واش تحب دير في دارك دير في هاد الايتام وربي يستركم نزيدوها بليس ان شاء الله اكثر من ديارنا علاه تحلف علاه علاه تعلم تا يقينا علاه تعلم زعمي علاه تعلم ربي يبقى عليكم يستر خويا هادو مخدمين انت وياكم ان شاء الله بوسيونا الحاله لا بوسيونا الحاله خلاص يا ربي يعاونك صحيتو وحنا ما نشكوش في إتقانكم وحبكم لفعل الخير. الشباب عملوا وتقنوا لفائدة منزل هاد العائلة والنتيجة راح تكون عبارة عن تحفة فنية جميلة. صاحبي العزيز فلاكيز خويا أرى صاحبي داني وراك روح أرى طويل وعريض أهلا بك ثابت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من قدام ان شاء الله ما قدينا او ثابت كميش لا ما قدينا شو تحرك صدرك يا صاحبي نحبوك يا صاحبي نحبوك نحبوك تحرك في صدرك يا صاحبي الله يعافيك صديقي هنا عبوك شح دير قوس عندنا قوس يخرج الشباب شغل تاع الجامع بزاف كاع ان شاء الله ها بزاف تجي لاخر عبد تلقى قوس وي ما شاء الله تاع الجامع قوس تاع الجامع ها صديقي دير مشيت هذا يخدم غايه هذا يخدم غايه هذا غايه تا كي حرقني بالميز بالميز تا كي ما يبغينيش يا عيال يا عيال كنا منقلو زيد واحد قالو زيد على زيد صديقي شوف انتوما جيتوا الاولي دوك يلحقوا جماعه ان شاء الله جيريو انا واش لازم ندير انه لي بلاكيز انتوما لي بلاكيز تخدموا انتوما تخرجوا من بيت اللي يخدموا دار دو سول يدخلوا موراك صافي شي مشكل معناتها ما لازمش نضايقوا خدمه تمشى باش خدمه تمشى ان شاء الله دوك ليكتريسيان جاهز قبلكم
داركم قال خير. ما شاء الله الله يبارك خدمة الحمد لله. دونك ليليكتريسيان خرج انتوما تدخلوا انتوما تخرجوا ورانا لي ماسون تاع ماسون كارلو او ميم طون راكو خدامين في الكولوار خدموا كاع في رحبه ان شاء الله هكذا صاحبي حيا سامر ان شاء الله ديروا لنا حاجه مادام تحضر فيها. بعد تعب كبير في الورشة اللي كان قايم بها سعيد وأخته اللي ساهمت كتير، هي كذلك في مساعدة المتطوعين الشجعان بتقديم الأكل يوميا لهم. اليوم نعيم قرر يخرجهم في نزهة بالتوجه للمركز التجاري والسينما لحضور فيلم لتغيير الأفكار السلبية ولو بالقليل. مرحبا بكم. مرحبا بكم. هذا سعيد وهذه أخته، اليوم حبينا نخرجوهم من الشانطي يقلعوا الغمة لأنه هذا الشنطة يوميا وهذه اختو طيب الكامل المتطوعين معناتها الحمى سخانه كذا تعرف. مرحبا بينا اليوم نخرجوهم شويه جبناهم لعندك لهنايا درت لو بون شو. مرحبا بك. دبر راسك بينا خليهم عندك. خطاتك خطاتك فرج عليهم حوز بهم وكلهم وكلنا باتسوسي. مرحبا بكم. مرحبا بكم. أعضاء فريق ليد في اليد انقسم إلى فريقين، غيلاس وزوبير توجهوا لمحل سيرام ديكور لاقتناء كل ما يحتاج المنزل من فايونس دال دو سول إلى آخره حسب ذوقهم الرافع، ونعيم يجرب يحل مشكلة نقص الحديد اللي صادفت المتطوعين في الورشة. قضى هدايا كان هنا بورطاي نحيته ولا ما بنيتوش صحلي الحديد تاع هنا تاع هنا وتاع ليه ثاني ثاني وتاع الفوق ثاني ثاني واش راح نقول خويا تما هكا بلا حديد ما نهضروش ما نهضروش وما نخدموش شوف عيط جماعه بزاف واحد فيهم ريبوندا لي قال لي نقدر ندير حاجه دوكم عايد. الو سي ابراهيم رضي الله عنك وارضاك. امين. السلام عليكم. واش راك خويا العزيز؟ صافا لاباس الحمد لله. الحمد لله ربي يدوم النعم ويصرف النقم خويا العزيز. امين امين امين. صديقي ما راناش ملاح. يا والله ما رانا ملاح. اني مع قاده الماسون نور الدين الماسون راهم حابسين بلا خدمه. شوف في وقتنا هذا تلقى طبيب وما تلقاش ماسون. هذه قولها عاودها. هذه وحده. ثانيتها في وقتنا هذا بدراهمك ما تلقاش ماسو. كاين اوي. حنا عندنا ماسوين راهم جو متطوعين يخدموا باطل وما عندهمش خدمه يا اخو. الله يبارك الله. هاو معايا قاده ونور الدين قال لك رانا حابسين الحديد ما عندناش. ايوا قول قاده ونور الدين صوالح حمراء موجودين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. وصوالحهم وقتاش يلحقوا خونا؟ وقتاش يلحقوا؟ هي شوف انا قلت لك السبب بصح دروك راهم واجدين. واه هاي قال عليكم اللي ترونسبور وشوف كيفاش نبعثهم لكم. يعني 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 يلحقونا اليوم؟ يكتب ربي ان شاء الله. تبارك الله عليك يا شريف ربي يسترك ربي يفتحها عليك ان شاء الله ربي يبقي عليك ستر وربي يخلف عليك بالخير ان شاء الله ربي يفتحها فيه وتشكي ما فتحتها لهذا الايتام هذو خويا ان شاء الله ان شاء الله امين ما كاينش مشكل. شكرا عزيزي تشكروا في الجنه تحشر ان شاء الله. صح 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 هاي الهضره هاي الهضره خويا العزيز. الحمد لله مشكلة الحديد تحلت والأشغال راهي تتقدم وحتى الأطفال كان ليهم قسطا من المساعدة أبوا إلا هما تاني يحطوا يدهم في يد الفريق فنعم التربية من يكبر على التعاون والتضامن والتآزر. قادة هوتشو هوتشو صعبي هوتشو 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 خبيبي هوت 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 شوف هاي تسموه هاي تعواش تعالوا بوراها واحد الانسان طيب قال لك انا اعطيني القسط على الحديد ديالك واش تحتاج نجيبولك مخدوم الساس تحتها
دير دومي بوطو من بعد بعد طاشير قولو خلع في لا سومال دونك عطيني لا سومال شحال فيه عطيني الدومي بوطو شحال فيه وعطيني البوطوات شحال فيه وعطيني دعوات يعطيها هاك ديها ان شاء الله يعطيها لي هاك ديها ان شاء الله هاو ربح زيد هاك ديها ان شاء الله يقولها لي يقولها لي يقول لي دعوة الخير قول لي دعوة 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 الخير يا رمزي وشبيب ما يعرفش يدعيو لي ايه انا قدامك خضرة امورك خضرة ان شاء الله بربي السلام عليكم عليكم السلام سي نعيم بو مدين خويا العزيز الراجل الزين اهلا بك اهلا بك مرحبا 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 بك عندنا الحالة زاهية هنا صاحبي مرحبا بك الحالة زاهية والله الحالة زاهية بوجودكم قتلني صاحبي خلاص ما خلى فيا والو مرحبا بكم ورانا في الخدمة تاعكم امسح امسح والخدمة تاع القلالي امسح امسح السر ويقطر كيفا صديقي نعم سي نعيم يزيد عكوش يزيد عكوش بعتني عندك مرحبا قال لي روح عند بومدين واحد ما يتنغبن ما كاينش مشكل صديقي رانا في فوت ليلات واه انا نعاونو في واحد العائله ايتام لا اب ولا ام ولا ام يحزن واه بفضل الله ثم بفضل ناس المنطقه رانا هنا وقفنا معهم ان شاء الله ما يخصهم حتى حاجه لحقنا الصبيغه اخويا العزيز يا خويا رانا هنا اي حاجه راهي في الخدمه تاعهم دار صغيره ما كاينش شويبه مينيونه ما كاينش مشكل نتحاموا عليها كاين صباغين قالك جيبنا السلعه بركو الماتيريال كاش مشكل دونك راح نبداو بلوندوي فيكساتور واه الفينيل بعد ساتيني والديكور ما كاش مشكل مثلا مثلا هكا مثلا انت تعرف صبيغه واش تقدر حاجه جديده نديروها في هذيك الدار بانو مثلا بانو تاع الصالون مثلا بانو كاين ترافيرتينو وراهو ترافيرتينو كاين ترافيرتينو كاين هذا شباب اها كاين هذا ثاني كاين هذا ايوا بانو واحد بانو واحد داير تاع الصال كاين هذا ولا كاين هذا هذا ثاني شباب هذا يجي بانو شباب والحيطه الاخرين كاين لي برودوي تبغي برودوي ليس تبغي برودوي ديكوراتيف لا لا الحيطه الاخرين نديروهم برودوي ليس ما كاينش مشكل انت تعرف كي نعطيك المساحه تاع الدار تقول لي واش هذا عندنا 120 متر 120 متر هذا بلافون الارض واه الارض واه هذا واه كاش مشكل نعطيك على حساب لي شومبر هذا بك ان شاء الله نقلشوهم نقلشوهم ومسيو يزيد و... والباهيه بانتير ربي كثر خيركم ان شاء الله الله يعطيكم الصحه تشكروا في الجنه تحشر الله يعطيكم الصحه ربي ينورك خويا الأشغال تتقدم بوتيرة كبيرة في الورشة بدخول ليكارلور ساحة المعركة باش يفرشوا لادال دو سول أو لافايونس وكل ما يحتاج المنزل والمقدمة من طرف سيرام ديكور نخدم سيتيرنات نخدمو سيتيرنات كيفاش نخدمو سيتيرنات كارفانيزي تاع لا سودير و ميم طون هادي بلاستيك تما نجيبوها على حساب الكليون لا صاب لا دومون يعني 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 عبد الله يعني تعطينا سيتيرنات ان شاء الله راني والله والله غير ربي خير جابو يا خير ربي دورو زادو زاد جاب لا سيتيرنات بلاستيك ولا كارفانيزي كيما تحب خاطر ماشي لا لا كيما يحب خاطر صاحبي صاحبي انا واش نقول انا الشرط ما نشرطش واش سمد ما نقولش لا لا بالقبيليه نقولوا اشراض وشرف غاره ني دفك بنعيم وريقاره لا دونك انا ما نشرطش ما كاش هي البلاستيك مليحه خير من الكربانيزي الكربانيزي يا ويتصدى يا اخي انا عطيني لاشتا تاع 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 قدرون نديها لا لا ما كاش مشكل انا حنا باش حنايا غادي كي نشوفوا البوزيسيون تاع لا سيتير وين غادي تبوزا حنا تما نبروبوزو عليكم يا ربي جاب لي ربي السيتيرنا هذه اللي واقفه ما تساعدناش الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك سفيان السلام عليكم السلام الله يبارك خويا العزيز الله يبارك مرحبا بك شوف نقول لك حاجه سفيان كراك سي نعيم خليني نقول لك حاجه تفضل انت فنان الله يسلمك علاش فنان باسكو عندك ذوق سي جونتي شوف الله يبارك شوف شوف الله يبارك صحه ميرسي بوكو شوف نحكموا مثلا لي كادر داكور يا اخي الناس كاع تعرف تجيب لي كادر بصح هاد لي كادر اللي عندك انت جامي شفت والله سي سي شوازي افيك منين 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 راك تجيب فيهم منين هادو السلعه هادي منين راك تجيب فيها صاحبي والله في الحقيقه نخدموا افيك دي بارتنير شينوا
هادي من لاشين وهادي بارتنير شينوا نخدموا معاهم صافي دي زاني دي زاني الحق الحمد لله وانت قديم في هاد قديم صافي اوغادير 15 سنه الله اكبر حفله الديكور الله يكبر باسكو تلاقينا في الجرف صح باب الزوار صح صح وتلاقينا في العلمه صح اكزاكتومون وقلت لي كي تلحق الوهرن فوالا راه عندنا بوينت فونت في العلمه في الجرف رانا هنا ثاني في العاقد لطفي شوف كابينياك مارسيل سيردون اوسي وهنا سي لو سيج سوسيال تاع الشركه ما شاء الله فوالا صديقي انا في وهران تفضل خويا افيك لو غون بليزير رانا نعاونوا في واحد الايتام احنا في وهران شاءت الاقدار انه لحقنا ليهم وي يعني وعدناهم نعاونوهم زوج دراري ويماهم خذوا من داك ما تسيبه الله 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 يا خذوا من داك الله يا ربي الام تحكم لي في يديها كذا تقول لي يا وليدي هي على فراش الموت تقول لي يا وليدي هاد الدراري خليهم لك امانه استرهم ما تابوندونيهمش الله اكبر الله اكبر قلت لها يا امي ما شاء الله ربي يطول في عمرك وتشوفي دارك جديده ورحت خذوا من داك ما تسيبه الله اكبر خلت ايتام زوج لا اب لا ام لا دار شحال ما شحال ما نقدروا نعاونوك ما نقدروش نردوا لهم مهم ولا نردوا لهم باهم محال الله يجعلنا من الذين يكفلون اليتيم الله يوفقنا يا ربي الله يوفقنا. الحاجه اللي نقدروا نديروها انا وياك وكامل المحسنين ان شاء الله نخفوا لهم الضر يا ربي حنا ما كنستروه الله يوفق نديروا لهم حاجه شابه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه صح, صح. وكافي اليتيم كافي اليتيم راه الراس انا مثلا هذه تعجبني في داري نديها لهاد الايتام هذا ما كان صح صح حبس على قلبك انا وصيتك وقلت لك نهار اللي جيت عندي الباب الزوار راك عاقل قلت لك وإياك تكون كاينه حاجه وسيرتو في وهران وما تجيش عندي الحمد لله هذا توفيق من الله خويا مرحبا بكم والله بك لو غران بليزير غير فرح لي دوك الصغار والله لا يضيع أجر المحسنين فكم هو رائع أن نتشارك في رسم الابتسامة على الشفاه وكم هو أروع أن نساهم في صنع السعادة في القلوب فالشكر الموضوع لصاحب المحل المتواجد في منطقة العقيد لطفي واللي قدم قطع فنية جميلة تحول المنزل إلى تحفة فنية رائعة قضى بالك تخليه يدخل والله لو كان يدخل غير نزعف تدخل نقطعك سابي تدخل داخل نقطعك سابي نقولك حاجة نقطعك سابي ما بقاش كبدة ولا طيحال قضى ساي سامي نقطعه خدينا نزيد نكمل معك أنا نزيد نعاونك لا والله ما دخلت ديك الشيء غفلنا في الليل من نرقد هذاك هي المشكلة لا والله ما دخلت والله ما دخلت والله ما دخلتها كاع أكون مسألة الشيبانية مسألة الشيبانية لا يرقد ما عندي تبع او يرقد هنا ثاني او يرقد ما عندي عشان يروح وين يروح ما عندي خليني نقول لك سبحان الله صحيح خلوها بربي عبد القا يا عبد القا عبد القا عبد القا هادو لي سبوت تاع كوزينا وصال دو بان وبس اربعه اربعه هامبك اربعه واربعه هكذا خليهم تشوف هنا هادوما لي سبوت تاع الكولوار صالون والبيوت 50 بيان هكذا دوك نقول لك شحال دير في كل جهه وهذا الرولو تاع اللاد انا جبت 100 متر على باب اللي يقد اللي بقى نرجعه صح هام ليك خويا العزيز هادي سلعتك وسلعة البارح جات البارح هيات هلا صافي هاك لو غران وكيما عادتو يوفي بوعدو للحصة وديما في خدمة اليتامى بالتكفل بكل ما يخص الكهرباء ومستلزماتها السلام عليكم خونا واش راك لاباس حبيبي كي راك داير حبابي هادو حبابي الليله راني عندهم مرحبا بك واش اخو هادو حبابي الليله صديقي وي خويا
ليستا ما تخلصش خويا العز. ما كاينش مشكل خويا. هذا واحد اسمه الدكتور اللي مستكلف بلي كابلاج والضالات. قال لك انا مستكلف بلي كابلاج والضالات خويا. شوف prise à vecteur, prise à étanche à vecteur, prise TV, interrupteur simple allumage, interrupteur double allumage, interrupteur va-et-vient, bouton poussoir, disjoncteur différentiel, unipolaire, 10, 16, 20, 32, hublot étanche, barre de chaîne, la cage avec la cage. Ah, avec un poste. Un poste, deux postes, trois postes. Ah oui, qu'on le charte et on recuse les allées. Avec couleur. Avec couleur. Spot. Le cabane. Ta salle de bain ou ta cuisine, spot sera LED, visiophone, surtout visiophone, de chez Amrou Qala qui sont nés. Hein? Les balises. Les balises. Donc, ça les balises. Ça hit. Ou est-ce que vous avez un spot qui est très fort? Spot qui est très fort. Je vais vous montrer. Ça. Parce que vous avez un jardin de chemin. Vous avez un jardin de chemin. ليم انا خذهم القارص وما يقولوا لي الليم دونك الليم كبيره كات سيزون هذيك نديرها في وسط الدار فاهم وكنديروا لهم هكذا دي بارتيشر هكذا بلا ما تغرسهم في الارض ديرهم هكذا ويضربوا في الشجره وما كيطيحش حتى لا ايطونش 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 كبار بصح هذيك كاين صغار عليهم شويه مليح يضربوا هكذا كاع شوف انا ما نقولكش انا هاي ديك ليستا دبرها صافي خير بيها ما كاينش مشكل نركز لك على الجاردان نقول لك علاش اسمعني مليح عبد الرحمن الجاردان درناه في بلاصه وين كانوا عندهم البيوت تاعهم القدم ريبناهم درتها جاردان ودرتها جاردان بالشجر شويه عطرشه شويه خزامه شويه نعناع شويه ورد ياسمين وهذه في الطرف وفي الوسط درنا لهم الشجر الليم الاخرى الكاش بالمي شباب هكذا وعلاش حبيبي باش نسيهم في الماضي باش كي يخرج ما يشوفش ديال القدم يشوف الخضوريه الباسي يا ينسى دونك كي يخرج يلقى شجره تعليم كبيره ضاويه نديرو على بالار جي بي بلي كولور نقلشو احب لغيرك ما تحب لنفسك صديقي يا با بروبليم خويا تشكر وفي الجنه تحشر كاش مشكل صديقي صايب كون خير انت تعلم حاول حبيبي خلاص انت خطاك الشيء تقول ايه هذه فوق ليه كاع تقول واه ان شاء الله ان شاء الله صحيتو السلام عليكم فيها مشروبات وفيها بوب كورن ثاني لا لا شوفنا شوفنا دو بوب كورن خويا العزيز مدام دو بوب كورن انا عطيني قرعه ماليه وسعيد الشرب قلشك صاحبي صاحبي اسمع ما بالوش باللي يعاودوا لي الشانطي غير خذوا خذ لي انرجي فدا واحد صاحبي العزيز اه اخو ولا لا انا عاد دابا عطيهم بوسو وليدي تاكل بوب كورن عطيو له بوب كورن وليدي بالنا عطيو له عطيو له عطيو له بوب كورن وليدي يحب ياكل بوب كورن عطيو له تاكل لي جو لي جو انا قرعمه مدام جو قرعمه زيدي قرعمه ناعم وتقنيي الحصة يحاولوا جاهدين رسم الابتسامة على وجوه هاد الأخوين اللي جرحهم مازال ما براش من وفاة أمهم بعد صراع كبير مع المرض. صحيت العزيز الغالي صحيت أيا نروحوا اي خلصت يا ولد اي خلصت اي خلصت اي خلصت يا ولد اي خلصت يا رمزي واش نعيم حد قالها هذه قاعد يوم تكمل والبطوات وقتاش تكون اليوم الا كتب ربي الا قدرنا ربي نقولوا هذا اليوم ما شاء الله والبطوات الفوقانيين خلينا نكملوا هذا اي بصح اسكو بروغرام درتي لهم بروغرام تاعهم درنا لهم بروغرام وجابوا لنا الجديد تاعهم اليوم والله ما مش كاين تما احنا نخدموا هذا وفين فرق الكره وينها ارمزي واش نعم هادو الاخرين البوطوات تاع الدومي بوطو تاع الضاله كيف نديروا غادي نقول لهم ان شاء الله ربي
مع هذه مع هذه والضاله نديروها فورما مع هذه هنايا. ولا دير فورما للضاله قبل ما دخل الماء للضاله. دخل الماء لا تقول ليش والله الضاله هذه دخل الماء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تمر معوجه ديال الفورمه عوجه وكسيل. الله اكبر. لا تخلو أي ورشة من مشاكل البناء والطقس، لكن أكثر ما يميز الورشات الخيرية اليد في اليد هو تحلي الجميع بالصبر والسلوان والمضي قدما بالرغم من الصعوبات اللي يتلقى بها. ونعيم يطلق نداء الاستغاثة لباتيا فونو للب النداء أحسن تلبية. السلام عليكم. اللي واسمو زكي يخرج. لي واسمو زكي يخرج نشوفكم غير واش راكم لاباس خويا فيها قاطو تاني. الله الله الله. هيا قول لي هذه واسمها. هيا قول لي هذه واسمها. اسكندرانيه. لا لا هايتولها اسكندرانيه. هذه منين جايه كلمه اسكندراني؟ اسكندريه نورمالمون. شوف خو هذه صاحبي ما اسمها اسكندرانيه، هذه اسمها تزيريات. شوف انا نعطيك اسم تاع تزير وانت تعطيني اسم تاع مصر. والله العظيم والله العظيم. صافا خويا العزيز الحمد لله. واش راكم صديقي؟ نعم كما على بالك رانا في اوتو سيرفيس. رانا في وتيلات. داكوغ. رانا نبنيو. صادفنا مشكل تاع لا تواتور تاع الدار اللي داروها. راك تعرف الزواوله يخدموا بابسط الاشياء. الدوزاج ماشي كيف كيف و صح دروك بور ليتونشيتي. الدار تخطر. داكوغ. من الاخر صح الضالة تقطر. كاين لي برودويز كاين كلشي. جيتك اخويا على الضالة اخويا اللي تقطر. نحي لي هذا المشكل تاع الضالة. لونشيتي ماشي بروبليم. كاين لي طونشيتي ليكيد سهلة في الـ في الـ في, الـ في الاستعمال تاعها. نيمبورت كيل بان خيخدم. يعني ما لازمش بوزور سبيسيفيك ولا يكون فورمي فيها. ماشي باك بلوس 7. لا. صحيت. باك موان 7 ويخدم. الله يبارك. الله يبارك. وزيد واش عندك ثاني خو؟ راني نشوف عندك بزاف صوالح. سينو عندك سيكا كاع لا غام سيكا كلشي راه كاين. من لاموس من ليكول من لي سيليكون من لونكرا شيميك من لي زادجيفون راه كاين كلشي. سيمونكول لي فيكساتور. سينو بور لي فاصاد راح نديرو فاصاد بمونوكوش. تخدموها بالمونوكوش. المونوكوش عندنا برودوي تاع اوبيما هذاك. داكوغ. اوبيما هو هو التوب توب توب. واش عندك في لافاصاد؟ بون عندك لي باغيت دو كوان باغيت سيباراسيون. وي 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 باغيت دو كوان باغيت سيباراسيون لا مايون تي فيسيور. الله اكبر. تو سكيفو لوتياج. داكوغ. هذه هي خويا. جيتك على حاجه كاين حوايج حاجه واحده الحمد لله. جيتك على حاجه واحده انه خصني اسقف. داكوغ. وهادو قالت ما تعطيني واحد شويه 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 ماشي شويه نقابلك من البدايه للتاليه على زوج الاصباح نجيبهم لك. شوف القناعه تاع الوهراني والقناعه تاع الجزائري. واش صرا لك نهار الخميس؟ وفاة تاع خالي. واليوم السبت جا على جنة. الحمد لله. ربي يبقي عليك ستر. امين يا ربي. ربي ينور وربي يرحمه ان شاء الله. ربي يرحمه وربي يغفر له وربي ان شاء الله يسكنوا فسيحه جن ويصبروا يعطي اهله الصبر والسر. وليداتي امين. قادر نشتري لك خدم هذاك الطابلو الشباب هذايا. الله شوف شوف الله يبارك. شوف 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 الاتقان. شوف شغل الله يبارك الله يبارك الله يبارك الشباب الله يبارك لوغرو. الله يبارك لوغرو ديجونكتور شابين. الله يبارك الله يبارك محل طيحهم. لا 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 عاد الخدمه تبارك الله. الله يبارك الله يبارك. شوف صديقي كيما فهمتك هذوما يجوا هنا. واو دونك عندك اللي هنايا أربعة أربعة وأربعة أربعة هادو ما أربعة 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 في الصانو ليها ثلاثة ثلاثة زوج زوج في البيوت فيهم أربعة بار كل حيط بأربعة أربعة فهمنا هادو شابين تاني هادو. الله يبارك الله يبارك. شوف هادو ما وين يكونوا؟ يكونوا
في الجاردن في الجاردن فشت الحيط هذاك الصغير اللي درناه نديرو طلب لتما راك شايف الداخل صايب شايف ومازال كاين دي سبوت ايطونش تاع الارض يتغرسوا في الارض باش يضربوا الشجر راح نجيب لهم كل شجره ندير لها السبوت ديالها دونك خرج لها لاليمونطاسيون ديالها صايب معايا باش كيفاش راح دير انت دكتور تاع تاع تريسيتي معناتها عندك هادو وعندك لي سبوت تاع الارض وعندك لي زيبو صحيح أمانة هذه الطريقة تاعكم انتوما ولا يقدروا يخدموا بها قادر يخدموا بها وتخرج غير من البوندا فور بزاف ماشي تخرج غليظة شوية لا هذه بوندا شوف هذه الضرب هذه تحت شباب بوندا شوية فاهم اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما تعرفها انت تعرفها انت تعرفها انت تعرفها تسمى غير انا نعرف دكتور الصورة بدأت بالوضوح وهذا بفضل بينيفول اللي استلموا لو شانتي أحسن استلام وحولوه لساحة معركة كبيرة كل في مجاله داروا اليد في اليد ومضوا إلى الأمام باش يلبيوا آخر رغبة للأم رحمة الله عليها السلام عليكم معكم يوسف بلاكيس سمعنا باللي الحصة تاع اليد في اليد جات هنا الوهران عند خونا سعيدو وراهم يبنوا له وإن شاء الله نعاونوهم وان شاء الله باذن الله نديروا اليد في اليد ونكملوها بالخف ان شاء الله باذن الله وراه كاين الخدامه هنايا بزياده ان شاء الله باذن الله نعاونوه ويفرح ان شاء الله ما كاش كاع مشكل رانا مع خونا هذا خونا وان شاء الله ما نسمحوش فيه رانا هنايا باش اللي كاين ولينا لو شانتي اللي راهو يتقدم بوتيره كبيره والمشعل استلموه لي زيليكتريسيان هاد المره اللي بداو في عمليه تدخيل الكهرباء للمنزل اللي كان خالي تماما الشم عزيز الغالي شوف الخدمه نقيه شوف شوف الخدمه ما تبيعش شوف الله يبارك الله يبارك طيب كل شيء هنا كل شيء تبارك الله عليك كل شيء واش مازالك هنا هذه انا فاكرش ما فيهاش ضغط دو سولخو هذا كيف فينا ضغط مصري الله 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 زرق العين ها زرق العين قف شويه زرق العين تاعك ها طياره قالوا لي طياره اسمع هذيك عبك واش كاين ليها كاين كابين دو دوش كابين دو دوش واه بالزجاج واه ودرتو لها لابونت صافي كلشي لا هضر مع لاصو ما عبكش اذا داروا لابونت ليه لابونت تاع الماء ماما نشوفو راه كنا داروا عيطات مختار ام مختار روح امي بتسلم عليك وتقول لك روح وحده وحده انا غادي وحده وحده اسمع فرحني قول لي بلي خممت على لابونت ليه لابونت راه جاي دروك انا طاقل في الماضي تاعي ما تقدر قول ما غير لك على لابونت راني نقول لك عطيني فلوسك انا فلوس قولها هاي تسكو على بلا والله صدقني لو كان عندي سبعه ثمانيه كيما انت ماشي دار وحده نعاود في سمانه زوج ديال نعاود في سمانه تبارك الله شوف الله
سلمي. شوف شوف لا هنا كاين جماعه واحدين خدموا معنا، انا خليتهم خدموا هنا وانا كنت مريت. وهذه شكون خدمه؟ انا اللي خادم منها الشومبره هذه، من جبت هذه شويه منها نقص لك كوزينه. كاين واحد من الفيلات بالخير خدم معنا، خدمت تكسر، خدمت البنيان، خدمت تحرار، تحرار، خدمت دار الوصول. واش بقى انت اللي خدمت دار الوصول؟ انا خوتي واش ها انا تعلمنا مع شي باني كيما هكا. اي ما يا ما الطفل هذا الفاميليا اللي قتلوني. جيت معايا روحوا ما تروحوش معايا تبعونيش كنت وخوتك كنت كون قريب نتبعك نجي انا على نفسي انا نتبعك. ربي يحضرك خويا العز ربي يحضرك ربي نورك. بما أن لوشانتي في تقدم مستمر وبديبان، حان وقت لكل ما يتعلق بديكور المنزل من أثاث وزرابي الخاصة بكل بيت. انت هذاك انت تعرف تكتب هكذاك؟ أنا كتبت هكا أخويا. صاحبي العزيزي جرد عبرت عبرت جرد جرد. شوف صديقي حبيت نقول لك بركي، شحال كاين من واحد هنا في وهران يبيع طابيات؟ كاين كاين بزاف هنا. واسمها البلاصة هذه؟ بلاصة قرقينطة. قرقينطة رانا بعاد على التليلات وانا بعاد على مهدية، وكاين عباد في مهدية وكاين عباد في التليلات يبيعوا الطابي. كاين. علاش ربي خيرك انت باش نعاون هاد الايتام؟ وعلاش انا خيرتك انت؟ باسكو هذاك التعبير باين بلي انسان تاع خير. الله يفتح عليك. باين باين بان هذاك التعبير وين ينسيستي ويلح ويصر. الله يفتح عليك. ربي يبارك فيك خويا. ماشي خساره كاع في الناس. الحمد لله. اللي محتاجين الله يعاونكم. ربي ان شاء الله وربي يخلف عليك بالخير إن شاء الله. وربي ان شاء الله يبعد عليك البلا والمصايب. امين يا ربي. انا وياكم. ربي ان شاء الله وين تروح تلقاها مفتوحه في وجهك. هكذا صديق هذا هو الحانوت. الله يبارك خويا العز. ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك. تسمى واش عندك؟ عندك طابيات؟ كاين لي طابي لي طابي لي كوسان لي ديسون دو لي. ريدوات ما عندكش؟ ما كاش لي دوي. لا ما عندهمش. عندهمش صغار. انا غير لي طاب ما على ريدو برك. ريدو برك المفيد الزوبي راهو هنا بابي. هو اللي خيرنا الطابيات. وزوبير تفريها زعما ها زوبير تفريها فريها فريها. انت على بالك الكو تاعهم كيفاش وتهلانا فيهم. مرحبا بك هكذا صديقي. ربي يسترك خويا. ربي يبقي عليك الستر ان شاء الله. لا فساد اي لو جاردان لا يقلان اهميه عن داخل المنزل. ومن المعروف عن الحصه انها تتقن عملها داخل وخارج البيت. لهذا نعم توجه لمحل هذا الرجل الطيب لاقتناء كل المستلزمات اللي تحتاجها خارجيه المنزل. السلام عليكم سي رحال. واش راك لاباس؟ مرحبا بينا عندكم. مرحبا بك. لاباس خويا العزيز؟ عندنا في وهران. الله يسلمك خويا. الله يسلمك سي كمال مسعود طبيب تاع إيريس هو اللي بعتني عندك. يشكر فيك ويشكر فيك ويشكر فيك ويشكر فيك. ما بعرفش واش درت له ولا واش دار لك. المهم انه يشتيك ويحبك. حضر فيك غير الخير. قال لي يعني سي كمال هو اللي راه يفتح لنا شويه الابواب تاع وهران. هو اللي هو يبعثني روح عند فلان روح عند فلان روح عند فلان باش نسطروا هذه العائله تاع الكليلات اللي امهم توفات الله يرحمها. انتم السي رحال واش تخدموا هنا؟ احنا مكتب دراسات. الله يبارك. نسمى بيرو ديتو بلوري ديسيبلينير. دونك اون في ان بو لي زيتود دو روت دوطو روت. الله يبارك. دو تو سكي فرونسي لي زيكسبيرتيز. غير في لوطوروت ولا في كامل المجالات؟ لا لا في كامل المجالات. داكور. بيرو ديسيبلينير ما شاء الله. المكتب تاعنا فيه واحد 10 تاع المهندسين. الله يبارك. وعندنا زوج اسيستون هادو واحدة جوريديك وواحدة في الانتربريتاريا. ما شاء الله. هذا هو احنا يعني مكتب دراسات ماهوش كبير كبير ولكن كبير في ناحية الانجينيري. داكور. هذا هو. وشحال عندكم خبرة انتم سي؟ رانا في عندنا واحد 30 عام. الله أكبر الله أكبر. تسمى أنت بديتو كي كنت صغير؟ بديتو في 94. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. شوف سيدي الكريم احنا كما قال لك الكمال رانا هنا في تليلات نعاونوا في واحد الايتام. اوقفوا معنا عفسوا شويه على قلوبكم يا خويا. اوقفوا معنا عندنا فاتورات نخلصوهم. انتم بيرو ديتود مكتب دراسات ما تقدروش تعاونونا يعني في هذا الدار لكن ماديا
خلصوا ما كاش فاتورة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا اللي قاعدين نقدروا عليه نجمو نديروه نديروه نعاونكم إن شاء الله. تشكروا في الجنة تحشر السيرة على ربي طول عمرك إن شاء الله خويا العزيز. بارك الله فيك. صحيت. حان وقت الأفرشة والأغطية ونعيم والفريق استقبلوا أحسن استقبال من طرف صاحب هذا المحل الرائع اللي فتح لهم أبوابه الواسعة ووفر لهم أجمل وأروع الأغطية والأفرشة اللي يحتاجها منزل هذا الأيتام. نروح خلينا نشوفك. توم توم دي فري جيمو الله يبارك. واسمك؟ سعيد. وانت؟ علاش أنا نأكد على التوام؟ لأن ولادي ثاني توام. الله. وش حفي عمركم؟ أبا ولادي تاني 16 سنة زيدين في 2006. تبارك الله ما شاء الله. الله يبارك. ولادك هادو زكي؟ هادو ولد نسيبي. ما شاء الله ما شاء الله. يجوا لي فاكونسي يجي من كلمسان هادو؟ لا لا هنا في وهران. مليحة صاحبي العزيز بعتني الحاج هشام. مرحبا بكم. قال لي روح عند زكي وحد ما يتنغبل. قال لي تلقى ان فري بونور عنده. بارك الله فيك. مرحبا. القناعه ديالي يا زكي انه جميع واحد ربي كيفاش يرزقه. صح ولا ماشي صح؟ صح. راني نشوف ما شاء الله عندك دي برودوي دو لوكس. لوكس وي. تعرف خير من ربي اللي راح يرزق هذا الايتام بدي برودوي لوكس. معليش نديرو التجاره مع ربي سبحانه وتعالى. هادي هذا هو الميساج اللي حبيت نلحقو انه كل واحد كيفاش ربي يرزقه. صح. هذا ما كان 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 قادر يعطي له مثلا ان دغا تاع 2000 دينار راح يعطي لهم ان دغا تاع 10000 دينار. تعرف خير من ربي انت. صح سبحان الله. حبيبي انا نشوف فيك عندك تيشو. عندك دراوات. انا يخصوني الدرا. يخصوني الكوات. يخصوني الكوسا. يخصوني لي ريدو. مكاش مشكل. هادو قالت نحيوني من راسي. بيان سور نحيو من راسي باذن الله. زبير نحاو من راسي دونك انت تاني نحيو منك من راسك. هذا هو الديكوراتور تاعنا. ما شاء الله. ربي يبقي يستر عليكم. مرحبا. اتهلاو في هذا العيد. مكاش مشكل مرحبا بكم. هكذا خويا العزيز. بيان سور بيان سور مرحبا. لوجه الله. بيان سور في وجه الله. الله يعطيك الخير. تشكرون. الله ينورك. صحيت. كوتش السلامة العزيز الغالي. الله 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 ربي ما شاء الله ما شاء الله. اصبر شوفوا السيد. السلام عليكم خويا العزيز واش راكم لاباس؟ هذا هو السيد اللي قلت لي عليه. مرحبا بك خويا العزيز. مرحبا 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 معنا. مرحبا بك مرحبا. شوف خويا العزيز ربي ما يغلق باب حتى يحل 10 شايف. واللي يحبوا ربي يسخروا يدير الخير. اتصور شحال كاين صاله تاع سبور هنا في وهران؟ كاين بزاف. علاش ربي خير الصاله وين باش نتلاقى مع الكوتش وميم طون يدرب فيا وميم طون محلي الابواب؟ يوجعني راسي نعيط له. على غير سبب اخي والله يوجعني راسي نعيط له. ديجا وجعني راسي الحديد. صحيح الحديد قلت لك شما كاين الحديد كذا غير بدا تتصل بالحصه. صحيح ان شاء الله نفروا الحين. واش نقول له؟ وي حبيبي اروح اروح اروح. واش رمزي هذا ثاني انسان طيب. ها غدوه الصباح راني عنده. الله الله. ها ولقى ها من الخير خيرين. السلام عليكم. واش راك العزيز الغالي؟ الله يسلمك. كي راك خويا؟ والله غير الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب اليه. الله يطول ما شاء الله. اللهم امين. رمزي بالك فهمك على الحكايه تاع الشقليل تاع مهديه. يا اخي العزيز غدو ان شاء الله كي نجي لعندك نتلاقاو ان شاء الله. انت سمعت لي خويا؟ اه خويا. انا عندي السوق عندي واحد الالف تاع واحد مقاول. ها وعندي واحد تاع عامر معتم منها. ها يا غادي يا خويا. شوف دوكا توت سويت نقيس وغدو ان شاء الله كي نجي نعطيك كاع القيس.
ربي يسترك حبيبي، ربي نورك، ربي يفتح عليك السي رمزي، ربي يفتح عليك صاحبي العز والله. هذه غادي تشوفها شابه بزاف تاع جاردة، اماني نقول لك عليها شابه بزاف، تعرف خير من ربي. انا نهضروا لي شنيها شنيها عن تعرف خير من ربي، شابه بزاف، ربي يفتح عليك صديقي. عندك منا هاكا وهذه هاك وهذه هاك حتى الحيط ليها على الحيط نجيب له شويه على الدروش. ايه معليش ماشي مشكل، كاين دروش تما صحي. جزاك الله خير عزيزي. مونوكوش، انا عندي المونوكوش او بيما تاع حسناوي، عندي هذه الفصاله، هذه الفصاله، هذه الفصاله منه ومنه، هذه الفصاله برا وكامل. ما فهمتش عاودي؟ حتى الفصاده برا وكاع خلاص. ربي يبارك، ربي يبارك. هذه هذه برا ماشي مشكل، عندي لي باقه ثانيه، عندي كل شيء ماشي مشكل. انت يا ماشينه تاعك برك، هذا ما فهمتش. ماشينه واجده، صابونه واجد. الله يبارك، باش ما خاش هذا الاخرى في الله يبارك. شاشه واجدين، الله يبارك خالص. ربي يبارك، ربي يبارك فيك وفي اهلك وفي مالك وفي صحتك. ربي يعطيك ويمنيك. امين. زيد كثرنا من الناس كيما هادو. كاين الخير، ربي لاقاني بيك. اسمع اسمع، ربي لاقاني بيك، دبر راسك بيا اليوم، تصبر شويه، اضرب شويه بانسو رولو. هيا روح خويا. ماشي لازم نكونوا اهل الحرفه باش نجيو نعاونوا، والحصه تبين انه مهما كانت خدمتك ومهما كان التخصص ديالك تقدر تعاون بالشيء اللي تقدر عليه. السلام عليكم مدام مشركي، لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا بنا، مرحبا بنا عندكم في مجمع بالرحال. ربي يسترك اختي، بارك الله فيك. شوفي قبل ما نجي لوهرم، قبل اصلا الناس على بالهم بلي راح نجي لوهرم، واش يقولوا؟ ما تنساش تروح عند مجمع بالرحال، ما تنساش تروح عند مجمع بالرحال، عندهم والله واحد ما يتنغبن. مرحبا بكم. اذا كما قال لك ابواب المجمع مفتوحه. الله يسترك، بارك الله فيكم، الحضور ديالكم عايشك اختي، ولي ميسيون تاعكم راه نالت انجازات ما شاء الله، الكثير من ما شاء الله. هذه نعمه. مرحبا بك. شوفي اختي، رانا هنا في وهران نعاون واحد الايتام، ونظن انه لازم هاد الايتام ولاد المنطقه ولاد الولايه هما اللي يتكفلوا بهم. حنا همزه وصل فقط بين المحتاج، بين اليد العامله، وبين المتطوعين، وما ينقص مال من صدقه. اذا كان ممكن مجمع بالرحال يقدر يوقف معنا. مرحبا بكم، حنا نفيدوكم ان شاء الله كما حنا نقولوا باللي قدرنا عليه، اللي قدرنا عليه ان شاء الله نكونوا كما قال لك في مستوى الطالب تاعكم. والمجمع راه معروف بالتضامن تاعه ما شاء الله مع سواء المنطقه ولا المناطق الاخرى، ما شاء الله معروف، والناس كاع كامل يشاهدوا له كما قال لك في المواقف التضامنيه. علاش جينا هنا؟ لانه الناس كاع شاهد عليكم على الخير. المطبخ بدا ياخذ شكل بعد ما كان عباره عن حطام، الحمد لله بفضل فرقه الخير اللي جميع كلمات الشكر والثناء ما تقدرش توصف مدى الامتنان. بما أنه نعيم من هواة الرياضة والرياضة القتالية، خرج شوية من الورشة باش يتعرف على هذا النادي العريق بمدينة وهران، واللي يتكون من أبطال اللي تفتخر بهم الجزائر بإنجازاتهم ونبل أخلاقهم اللي دفعتهم باش يساعدوا الحصة ماديا. فلكم أسمى معاني الشكر وأنبلها. هذا يشوف والله إذا هذا سي جمال تاعنا، سي جمال تاعنا ويغاني، هذا روجي، روجي تاعنا، روجي روجي سي تاعنا، راني عم تعرف لك ولا تقول لك شي كاين خويا هنايا محمد عمر تاعنا الله يحفظك، هنا سي هذا سي تاع شامبيون، هذا انا غادي نقول لك انا هذا سي تاع شامبيون، يا سوبر شامبيون هذا تشوفيه، هذا هو هذا تاع اللي حنا حسين تاعنا، هذا تاع اللي الشيخ صحراوي هنايا، الشيخ صحراوي هذا هو، هذا شويه فيتير، ان غران ليتور، بارمي دي زونسيان، هذا هو، ومن الزوج خونا الله يخلف على خونا، الله يخلف على خونا بوزار ثاني، بوزار هو تماك هذا الشيء غادي نقول لك، سي تا سوبر
سيت ان سوبر 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 كوتش. هذا بالك كاع وهر كاع وهر كيما نقولوا كاع وهر هذا قول الجيري كاع تاع الله. سيت ان لوتور سيت ان فري لوتور. لي بينيفول اللي في الورشه كان خاصهم شويه امبيونس اللي راح تزيد لهم الا تشجيع وتحفيز، وهذه الحافله جابت لهم واحد من الكوميديين المعروفين في المنطقه.